السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم مع برنامج كن نجما، واليوم نتحدث عن آخر خماسية في خماسية القيم، وهي قيم العطاء، قيم الإنجاز. قيم العطاء هي من القيم التي حث عليها ديننا الإسلامي ودعا إليها، وللأسف فإن كثير من المسلمين قد هجروها، رغم أنها هذه القيم، قيم الإنجاز والعطاء، هي القيم التي تبني الحضارات، هي التي تمايز بين الأمم المتقدمة والمتخلفة. قيم العطاء طبعا وقيم الإنجاز كثيرة جدا، سنتحدث لاحقا عن مهارات الإنجاز، لكن في هذه الحلقة سنركز على قيم الإنجاز، وسنتحدث عن عدة قيم، منها قيمة الطموح وأهمية للنجم، وكيف يتميز النجم بأعماله وحضوره، وخطورة ألا يلتزم النجم بالمواعيد لأنها قاتلة للنجومية وقاتلة للإنجاز، وضرورة أن يتقن أعماله التي يقدمها للجماهير. ومن المهم جدا كذلك أن يؤمن بعقلية نسميها عقلية الوفرة، انطلاقا أن الفرص كثيرة متيسرة والأبواب مفتوحة. هذه قيم سأفصلها لكم في هذه الحلقة، فلننطلق مع قيم العطاء. إذن حديثنا اليوم عن القيم التي يحتاجها النجم لكي يعطي، قيم العطاء. هذا العطاء وراء قيم، وأول هذه القيم هي قيمة الطموح. الطموح هو استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور، هكذا عرفه العرب، لكن أنا أعرف تعريف آخر فأقول الطموح هو العمل الجاد لتحقيق الأهداف الصعبة غير المستحيلة. فالطموح عندي ليس أماني بل هو عمل جاد، والهدف منه الوصول إلى أهداف ضخمة صعبة، لكن بشرط ما تكون مستحيلة. شوف بعض الشباب عنده طموحات لكن خيالية، هذا ما يفهم الطموح، أو عند بعض الناس عنده طموح قد يكون حتى واقعي لكن ما قاعد يعمل عمل جاد نحوه، هذا ليس بطموح. فالعمل الجاد نحو أهداف صعبة كبيرة صعبة لكنها غير مستحيلة. الطموح هو الذي يدفع النجم لبذل المجهود، مجهود أكبر مما يبذله حاليا من أجل أن يحقق أعلى مما يحققه حاليا، وهو على فكرة من قضايا الدين الأساسية، بل هو خلق. هذا الطموح خلق علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أن الله تعالى يحب أهل الطموح، فقال إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. إذن النجم يجب أن لا يرضى بما دون النجوم. الطموح، والشاعر يقول إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. كلنا بالنهاية حنموت، ولذلك اطمحوا، بل اجعلوا هذا الطموح في كل من حولكم، ازرعوا في أولادكم في المستقبل. نظر رجل إلى معاوية بن أبي سفيان وعمره في ذلك الوقت 5 سنوات وهو غلام صغير تلاعب أمه هند، فقال، هذا قبل إسلامه، فقال إني أظن هذا الغلام سيسود قومه، أرى فيه علامات أن هذا سيصبح سيد في قومه، سيد في قريش يعني. فقالت هند رضي الله عنها وعنه وهي غضبانة، قالت ثكلته إن كان لا يسود إلا قومه. أنا قاعد أربيه بس عشان يسود قريش؟ أربيه بس قومه يسود كل الناس، إيش قومه؟ وهكذا فعلا ساد. إذن الطموح باب واسع من أجل تحدي العقبات، حل المشكلات للوصول لمعالي الأمور.
والنجم الطموح هو الذي لا يرضى بمستواه مهما وصل، مهما كان مستواك لا ترضى، بل احرص على تطوير مهاراتك ولا تخشى المغامرة، واصبر على النتائج وتخطى المصاعب، ولا ترضى بالعادي والمتوسط. لا ترضوا يا شباب، لا ترضوا بالعادي والمتوسط في كل شيء. الناس عادة تتذكر الأول وتنسى الثاني، حتى إذا كانت الدنيا تتسابق في مجالات كثيرة الأول هو الذي يشار إليه في كل مجال. فإياكم أن تركنوا إلى إنجاز متواضع أو هدف بسيط. والله إيش صرت موظف، ما هو مرة واحد أقول له إيش هدفك؟ هدفي أصير رئيس القسم. هذا هدفك بالحياة رئيس قسم؟ يا شباب اكبروا اكبروا. نفس البشرية تعتمد على تعودها، كل شيء ما عودناها عليه ستفعله. فالنفس راغبة، إذا رغبتها وإذا أردت لها ورضيت لها القليل ستقنع بذلك. فبمجرد أن تقنع يا ابني يا بنتي بالذات، أن تقنعوا بالمستوى الثاني بالدرجة الثانية، ستبقوا كذلك طول حياتكم. وهذه كلمة على فكرة للرئيس الأمريكي جون كينيدي، إذا قبلتم بالمستوى الثاني ستظلوا كذلك بقية حياتكم. نعم مبدأ التدرج مهم ولا بأس به إن الواحد يبدأ يتدرج إلى أن يتقن، لكن الأهم إن أثناء التدرج ما نرضى لما نوصل منتصف الطريق. أنتم مثلا في أي عمل تبدأ تترقى، تصل كذا رئيس قسم، صرت مدير وخلاص انبسطت عليها. إيش مدير؟ الله يرضى عليك. حتى مدير لا تصير تنافسكم على أشياء تافهة. كم مرة كتبت فكرة وعندما راجعتها بعد فترة عدلت عنها لأني وجدت ما هو أفضل منها وما هو أعلى منها. فلا تترددوا في هذا الطموح. أمر آخر من قيم العطاء التميز. تميز أن تكون لكم شخصيتكم الخاصة، ما تقلدوا الآخرين، لا تقلدوا الآخرين تقليد كامل، بل اجعلوا شعاركم قدوات وليس قدوة. ما في مانع أقتدي بفلان في سلوكه وفي فلان في أفكاره وهكذا، لكن وهذه أقتدي بها في قدرتها على العلاقات، وهذا أقتدي به في قدرتها على فن الإلقاء، بس ما أقلد. لو قلدت شخصية، عندنا واحد من الشباب بدأ يقلد خطيب مشهور، فبدأ يلبس مثله ويتكلم مثله، حتى الكلام غير عشان يصير مثله، حتى كان هذاك الخطيب صوته ضخم فبدأ يتكلم بصوت. ما عاد له شخصية هذا. إذن لا تقلدوا الآخرين، لا تقلدوا في السلوك، لا تقلدوا في الأفكار، لا تقلدوا في الآراء، بمعنى أن ما عندكم شخصية. هذا لا يعني أنكم ما عندكم فكر يتوافق مع فكر إنسان آخر، لكن هذا تفعلوه بالتأمل. إذن عندما تقلدوا، هذا هو الجانب السلبي، خاصة إذا قلدتوا أفكار شاذة أو سلوك خاطئ. وأنا رأيت هذا يعني كثير، وكلكم شفتوه، شباب يقلدوا فنان ولا لاعب بطريقة لبس غريبة ولا شعر أغرب، ولا ما هو التميز اللي عندك؟ أنت مقلد، ما عندك أي تميز. التميز أن يكون لكم استقلالكم في الفكر في السلوك، ما تكونوا إمعة، ما تتبعوا غيركم، تقلدوا غيركم، بل تزيدوا فوقها درجة، وهي أن تتفوقوا بشكل بارز على أقرانكم، على من هم في عمركم في مستواكم، تتميزوا بعلم خاص، بمهارة خاصة، بقدرة خاصة. دعوني أعرف لكم التميز. أنا أحب أألف تعاريف إذا التعاريف اللي شفتها ما عجبتني. فمن تعاريفي، التميز هو التفوق بوضوح على الأقران في أمر ما، في أمر معين. يعني ليس فقط التفوق على الأقران، التفوق بوضوح، هذا الذي يعطيكم التميز. كل إنسان سبحان الله، الله خلق فيه قدرة على التميز، لكن لا ينجح كل شخص باكتشاف ما لديه أو لديها من مزايا.
وأيضا حتى اللي يكتشفوا قدراتهم اللي فيها تميز لا ينجح كل إنسان بتوظيف هذه المزايا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحسن تأمل في مزايا من حوله ويحسن اختيار الصحابة حسب المهمة التي يتميزون بها. فعندما جاءه الصحابي يروي له حلمة أنه رأى وسيلة في بداية الهجرة للمدينة وسيلة للدعوة للصلاة، لأن أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ما كان في أذان، ما كان في أي أذان، وإنما كان هكذا في الحديث كانوا يتحينون الوقت ويذهبون للمسجد، فاللي يتأخر واللي كذا. فصحابي رأى رؤيا أنه يرى الأذان، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه لرؤيا حق، فقم مع بلال فإنه أندى وأمد صوتا منك، صوته يصل مسافة أعلى، صوته أجمل من صوتك. هذه على فكرة رسالة لوزارات الأوقاف اللي يحطون بعض المؤذنين الذين لا يطاق صوتهم، ما يصير المؤذن لازم يكون ندي الصوت. نرجع، فالنبي صلى الله عليه وسلم رغم أن هذا الصحابي هو الذي رأى هذه الرؤية إلا أنه كلف بها بلال. لماذا؟ لأنه أندى صوتا وأمد صوتا يصل إلى مسافة أبعد، فألقي عليه ما قيل لك ولينادي بذلك. وفعلا هذا الذي حدث، والرسول صلى الله عليه وسلم يثني على أبي ذر، من مثل أبي ذر رضي الله عنه؟ يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أظلت الخضراء يعني السماء ولا أقلت الغبراء يعني الأرض أصدق لهجة من أبي ذر، ما في واحد غطته السماء ولا مشى على الأرض أصدق من أبي ذر. لكن بنفس الوقت لما جاء أبو ذر يطلب الإمارة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك امرئ ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. إذن في جانب هو متميز، في جانب آخر هو ضعيف. سيدنا علي رضي الله عنه يفرق بين تقوى الإنسان ونقاط تميزه، فلا يخلط الأمور. التقوى مطلوبة لكنها ليست المؤهل الوحيد للاختيار الأصوب. فكان يقول حول هذا المفهوم إن من أصحابي يعني من الذين معي ويؤيدوني وينصروني إن من أصحابي من أرجو دعوته، يعني لما يدعو الله أتوقع أن الله يقبل دعوته من شدة تقواه، وأرد شهادته لما يشهد ما أقبل لأنه ليس دقيق وشهادته فيها خلل. إذن التميز يحتاج إلى ثقة بالنفس. النجم المتميز مهما تأخرت فرصته سيظهر نجاحه ويفرض تميزه على غيره. هناك شخصيات كثيرة تملك مزايا فريدة لكنها لا تجرؤ على التفرد عندما يأتي الموقف الذي يتطلب ذلك والآراء التي تحتم ذلك. على فكرة الإبداع له علاقة كبيرة بالتميز، فالنجم الذي يتقن مهارات الإبداع والتفكير الابتكاري فرصته للتميز أعلى من غيره. هذه بعض قيم العطاء، ونكمل مع هذه القيم المهمة للعطاء بعد الفاصل بإذن الله. أعتقد اللي يميز يوسف حسين من وجهة نظري الشخصية يعني هي البساطة، بساطة الشخصية كمقدم برنامج وبساطة البرنامج ذات نفسه. بس على قد بساطة البرنامج اللي يميز البرنامج برضو كان السقف والمحتوى اللي بنقدمه. السقف والمحتوى اللي بنقدمه كان مختلف عن أي برنامج سياسي ساخر موجود. كل البرامج اللي موجودة على التلفزيون عليها رقاب، لكن احنا كان بسبب ان احنا موجودين على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا كنا أحرار تماما في كل اللي بنناقشه. وحتى لو انتقلنا لأي تجربة تلفزيونية هيكون الشرط بتاعنا ان احنا نكون احرار، لان ده سبب نجاحنا وسبب تميزنا. يعني طموحي اللي اشوفه للآخرين اني يطلع قيادات نسائية في العالم يحملون الفكر
المتزن الوسطي اللي تكون هي بالفعل نموذج قدوة شاملة للمرأة في العالم. موضوع الإتقان هو المرتكز الأساسي للنجاح. عندما تركز في كل جزئية وفي كل خطوة أنت تخطوها في عملك فهذا يعني يدل على الإتقان، وبالتالي أنت تذهب إلى النجاح. إن لم يكن مكتمل فهو الأقرب إلى الاكتمال. يمكن من الصعب أن الفنان يعرف ويجزم إيش اللي في أعماله أو في شخصيته هو اللي خلاه ينجح، لكن باعتقادي الشخصي اللي أقدمه مختلف هو المواضيع، وإن شكلت خلينا نقول مثل هوية للأعمال اللي أقدمها، إنها أعمال إيجابية، أعمال ملهمة، أعمال تحفيزية. فلما صار في هوية عامة للأعمال صار حتى الجمهور لما يسمع مثلا أغنية تفاؤلية أو تحفيزية لمطرب آخر يقول أوه تشبه أغاني حمود، رغم أنها يعني هي ليست حصرية لي، لكن لما الشخص يتميز في 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 هوية معينة في مواضيع معينة يصير يجذب انتباه الناس ويتميز أكثر، وأعتقد هذا الشيء ساعد كثيرا. أهلا بكم ومرحبا مع كن نجما، وحديثنا عن القيم التي يحتاجها النجم حتى ينجز، ونسميها قيم العطاء. ثالث قيم العطاء هي قيمة الالتزام بالمواعيد. في الغرب يقولون الوقت من ذهب، وفي الشرق يقولون الوقت هو الحياة، والحياة أغلى من الذهب، لكن للأسف في الغرب يعرفون قيمة الوقت لأنهم يتمسكون بالذهب، بينما أهل المشرق يهدرون الأوقات والأعمار بما لا فائدة منه ولا نفع من ورائه للأسف. ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه إسماعيل عليه السلام فقال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. صادق الوعد يعني ماذا؟ يعني عندما يعطيك وعد يلتزم ما يتأخر. ضياع الأوقات للأسف أهون على فكرة من عدم الالتزام بالمواعيد، يعني ضيع وقتك أنت حر بينك وبين نفسك، هذا ضياع الوقت أمر شخصي وكل إنسان حر فيما يقضي به وقته، لكن عدم احترام المواعيد ليس فقط لك أنت وإنما له ارتباط بالآخرين. والكثير من الناس أوقاتهم مزدحمة، وربما يحدد أحدهم لك موعدا وهو مشغول قبل الموعد وبعد الموقد موعد، لكن بعض الناس ما يقدرون هذا. مرة واحد يأتيني أقول له يا أخي تأخرت علي، يقول لي العجلة من الشيطان. يا سلام، العجلة من الشيطان والتأني هو المطلوب، بينما الالتزام بالموعد هو المطلوب. عجيب أن المسلمين اليوم لا يقيمون لهذا الموضوع كبير اهتمام، يعتبرونه من نوافل القول، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبهنا إخلاف الموعد هو من صفات المنافقين، قال عليه الصلاة والسلام في صفات المنافق وإذا وعد أخلف. قال الحافظ السخاوي واحد من كبار علماء الأحناف يقول هذا الأمر، بس عشان نفهم الحديث صح، هذا الأمر محمول على من وعد وهو عازم على التخلف وعازم على ترك الوفاء من غير عذر، أما من عزم على الوفاء ومنعه عذر لم يكن منافقا. لأن بعض الناس فورا هذا منافق، تأخر على موعد منافق، لا ليست هكذا. ومن العجب أنك ترى بعض الملتزمين اليوم بالدين يذهبون متأخرين عن الموعد ربما ساعة وأكثر، وعندما تسأل لماذا هذا التأخر فيعتذرون بعذر غريب جدا، يقول كل الذين أواعدهم لا يلتزمون بالموعد، فأنا أحاول أن أخفف الوقت اللي أنا أنتظرهم به حتى يحضروا. إذن احفظوا هذا المبدأ، سلوكنا ينعكس على الآخرين، إذا الكل حوالينا رآنا ملتزمين بالمواعيد
في تعامل معنا على الأقل سيلتزم الموعد. وقد جربت هذا كثيرا في التدريب وفي غيره، عندما ألتزم المواعيد يلتزم الناس بالمواعيد. إذن من أبجديات الأخلاقية لصاحب الطموح، أصحاب الطموح العالي، أنهم يحترموا الوقت ويحترموا المواعيد. طبعا في الطوارئ الأمر طبعا يجب أن يعني يقدر ويراعى، خاصة لما يكون اللي تأخر معروف بأنه يحترم الموعد بشكل عام، لكن إذا عنده فرصة أو عندها عليهم أن يبادروا بالاتصال والاعتذار وتوضيح سبب التأخر ويحدد موعد آخر. فحتى عند الطوارئ نحترم الناس، فهذا جزء من مهارات وقيم العطاء. قيمة أخرى من قيم العطاء لا تخفى عليكم هي قيمة الإتقان. الإتقان هو عمل الشيء على أحسن وجه ممكن. يقول سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، يختبركم أيكم أحسن عملا. من اللي يعمل عمل أحسن من الآخرين؟ يقول نبي الإحسان والإتقان عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. كلنا نحفظ هذا الحديث، كم واحد يطبقه؟ فالعمل بلا إتقان مردود على صاحبه. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل مستعجل في صلاته ويتحرك كثيرا، وجاء بعد ما خلص جاء وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وفعلا راح رجل ورجع وصلى. هذا مرة قرأت مقال جميل جدا اسمه: ارجع فاخطب فإنك لم تخطب، موجه لخطباء الجمعة الذين لا يحضروا ولا يأتوا بعلم جديد ولا قيم جديدة وتكرار على الناس حتى مل الناس. هذا ارجع فاخطب فإنك لم تخطب. هدف من الخطبة أن تعلموا الناس شيء جديد، أن تحركوهم نحو الفضائل بأسلوب جديد وبقصص جديدة. هذا التكرار اللي يعني أنا أقول لهم: أدارت أن تعرفوا مدى الإتقان في أي خطبة جمعة، فبس أخرجوا ورقة واكتبوا بعد الخطبة: ما هي الأمور الجديدة التي تعلمتموها؟ إذا صفر معناها ارجع فاخطب فإنك لم تخطب. هذا من إتقان الخطابة. ومن أجمل ما قال المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. لما الواحد يقدر يعمل عمل كامل تام ويقوم يعمل ناقص، هذا أكبر عيب. أنت تقدر تتقن، لماذا لم تتقن؟ وذلك أنا أذكر قصة علمونا إياها لما كنا ندرس، أن أستاذ في أمريكا طلب من أحد طلبته بحث، فطالب نجيب فكتب البحث ووصل إلى أستاذه، فثاني يوم الأستاذ رجع لي قال له: روح صلح البحث، اكتب بحث أحسن من هذا. فراح مسكين تعب عدة أشهر وجاب البحث، فالأستاذ قال له، راح ثاني يوم رجعه قال له: بحثك أحسن لكنك أنت تستطيع أن تعمل أحسن من هذا. فراح مسكين وتعب تعب تعب، بعدين جاب وقدمه للأستاذ، قال: يا أستاذ أنا لا أستطيع أعمل أكثر من هذا. فقال الأستاذ: طيب إذن الآن سوف أقرأه. كل هالمدة ما قرأه. فإذن هذا معنى جميل، أن يجب أن يكون النجم رمزا للإتقان. أعماله معروضة أمام الجماهير، عرضة للناقد، مستوى إتقانه يحدد بشكل كبير الصورة الذهنية له ولها أمام الجماهير. ومن العوامل التي تساعد على الإتقان تطوير المهارات والصبر والتخصص وتكرار المحاولة قبل أن يصل إلى النهاية. علمتني الحياة أني ما في كتاب أنزله إلا بعد ما راجعه 6 مرات ومع ذلك يطلع فيه أخطاء. فكثير من الأعمال توكل لأشخاص للأسف غير متخصصين في هذا العمل، أو لا يسلكون سلوك الإنجاز والإتقان ولا يملكون الصبر. فطبعا الصبر مهم جدا إذا أردنا الإتقان، لذلك هذه الأعمال ليس فيها جودة، فلا بد من وجود هذه العناصر حتى نصل إلى الإتقان. لدينا ثقافة سلبية خطيرة جدا في أمتنا للأسف في موضوع الإتقان، مثل اللي قالوا في بعض الأمثال الشعبية المنتجة: ما ترك الأول للآخر.
ما ترك الأول للآخر من شيء يعني. إيه ليش؟ ماش ما ترك؟ ترك معهم ولا ما في علم جديد إذن؟ وأول عبارة نعمل على قدر فلوسهم أو على قد فلوسهم، يعني على قد الراتب، إحنا نشتغل على قد الراتب. ليس هذا، هذه عبارة سلبية تحبط كل مبادر نحو الابتكار ونحو الإتقان. ويروي البعض عن الشيخ ابن عثيمين أستاذنا شيخنا الجليل رحمه الله تعالى أنه كان يخصم من راتبه قيمة الفروض التي لا يصليها إماما في مسجده. هو راتبك إمام في المسجد، فإذا شغله أي شيء أو سفر أو كذا يخصمها. إتقان العمل يحتاج إلى قناعة لا إلى رقابة. اللي ما يتقن إلا اللي عليه رقيب، هذا ما هو متقن. الرقابة قد تشارك في الأخطاء وقد تثمر منتجا مطابق للمواصفات، لكنها ليست بالضرورة تنتج عمل متقن 100%. تستطيع أنت بدون رقابة أن تفعله. ولهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخليفة الأول كان يتعاهد امرأة عمياء، كان يكنس بيتها وكان يعد طعامها وكان يصلح أمرها وهي لا تعلم من هو، وهو رضي الله عنه أتقن العمل رغم أنها عمياء لا تراه، لأن الله تعالى يراه. إذن الإتقان يا شباب، اعملوا أعلى ما تستطيعوا أن تعملوا. هنا لا نطالبكم بمنافسة الخبراء في العالميين، لكن أعلى ما تستطيع أنت وأنت أن تفعلوه في كل لحظة، ليس الآن فقط، وإنما خاصة عندما تكونوا تصبحوا نجوما في المستقبل. ونختم بالقيمة الخامسة من قيم العطاء، وهي عقلية الوفرة. عقلية الوفرة ماذا تعني؟ تعني أن الخير يكفينا جميعا ولا أحتاج أن أخذ حق غيري. هناك بعض الفنانين إذا لم يدعى لحفلة زعل، ليش أخذها فلان وأنا ما أخذتها؟ هذا مقبول من فنان، فما بالكم بالدعاة؟ ليش دعوهم ما دعوني؟ ليش ما أنا أعطوني نفس الوقت اللي أعطوه؟ ويسحب. هناك الكثير من الفرص والخير كثير، لكن الفرص تكون نادرة لمن؟ لمن يفتقد الإبداع. اللي ما عنده إبداع وراحت عليه فرصة قاعد يبكي. لا تبكوا على فرصة، ابحثوا عن أخرى. أصحاب الإبداع ما يبكوا على فرصة راحت، وهذا للأسف ينتج عنا مجموعة من الأمراض الكثيرة مثل الحسد والتنافس غير الشريف والكره والتباغض. عقلية الوفرة تعزز القناعة بأن الساحة تسع الجميع وتحتاج الجميع وزيادة، تحتاج كل النجوم في كل المجالات، كلهم في تخصصه، كلهم في إبداعه، وتحتاج باستمرار، وسيتجدد ظهور نجوم جديدة. بعض الناس يخاف انه يدرب اللي تحته، أخشى انه ياخذ مكاني. هذه عقلية اللي عندهم عقدة نقص، هذه عقلية الضعفاء. الفرص كثيرة والفرص تصنع والفرص تتوالى، وخاصة لأصحاب الإبداع. فكروا بعقلية الساحة تحتاج الجميع، وإذا راحت فرصة فهناك غيرها، وإذا دربت شخص لن يأخذ مكاني لأني أكون انتقلت إلى مكان أعلى. هذه القيمة هي التي تشكل عقلية الوفرة، وعقلية الوفرة هي أحد القيم الرئيسية للعطاء. عيشوا براحة عندما تتعاملوا بهذه القيم، وإنجازكم سيتضاعف، عطاءكم سيتضاعف عندما تطبقوا قيم العطاء. وفقكم الله تعالى للعطاء الذي يرفع شأنكم في الآخرة، وإلى كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد المجتمع ويتطور بقوة نجومه وتنافسهم الشريف وتعاونهم نحو الأفضل.